بالنسبه لهذه الجمعيه حقيقه جمعيه الشيخ ابن حمول للطفل في الكره زعما هي اضافه لاحياء الميراث الثقافي الموجود في هذه المنطقه التواتيه، ومن خلال هذه المجموعه التي تستضيف الفرقه العام الماضي في سبتمبر زعما عندها عام وداخلين في العام الجاي ان شاء الله. الغرض من احياء هذا معناه ابراز هذا الموروث الثقافي الموجود في هذه المنطقة من خلال الجلسات نتاع قبل اللي نديرو فيه من أغاني المذائح والأغاني الوطنية كل مناسبة عندها. وبالنسبة لكشوف الأسلحة الفلكلور هذه الجمعية كذا كتقوم بالرقصات الفلكلورية اللي احنا نسموها في منطقتنا البارود. هذه الفرقة فتية الحقيقة وكشوف الحقيقة بالنسبة للتقاليد هي تحافظ على التقاليد المنطقة وتقاليد الآباء والأجداد اللي خلوها هنا. هي رقصة البارود عبارة عن كما يقول إبراز الشجاعة نتاع الرجل التواتي أو الرجل التاري في الحروب كي كانوا ينتصروا ولا يديروا أي قضية ينتصروا فيها يديروا هذه الهزيز تعبر على الفرح والسرور وعلى الانتصار اللي انتصروا، فبقت موروثة إلى حد الآن مجزرة في هذه المنطقة حتى الآن ويديروها في الزيارات وكي يديروا هذه الرقصات معناها أننا فرحين، ونبتهج ونبينوا الرساله نعطيها للجمهور باش رانا فرحين. كما قلنا نحيوا هذه الذكرى معناها من خلال هذا الجهاز نبينوا للجماعه باش رانا فرحين وكما نقولوا فرحين بهذا الامور الثقافي. الرقصات حقيقه كل عندنا كل خمس دقائق وكل ست دقائق عندها خاصيه كتشوف بعد كتشوف الخطره اللي جايه داخلين رقصات كما نقولوا بالصفين واحد ورا واحد يقولوا هو من بعد كي نغلق الخلقه يدخلوا كانوا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه هما اللي كيجيو الداخل من بعد يديروا هذه الرقصات باش يضبطوا الايقاع مع الحركات نتاع الارجل نتاع الجماعه. من بعد شويه خطره واحد خمس دقائق 10 دقائق كيبقاو غير جوج. من بعد بقى عندي دوره من اليمين اليسار ثم من اليمين اليسار باش كان كيجي يعاود يبدا من اليمين اليسار يعطيهم اعلان باش يقلبوا، فلهذا شوفوا متحدين كيقلبوا في بلاصه واحده.